ما لي أرى عينيك يملأها الأسى، ما لي أرى عينيك يملأها الأسى، وتطوف تيها في المدائن نورسا. ما لي أرى شفتيك ترتجفان من علاش أنا كجزائري نبغي المغرب ونموت على المغرب، وتعجبني السياحة في المغرب ويعجبني كل شيء في المغرب من ناحية السياحية خاصة ومن أمور أخرى يعني عامة. باسكو الوالد تاعي دار دي زالي غوتور للمغرب، يعني ماشي مره ماشي زوج، زار العديد من البلدان، زار فاس، زار كازابلانكا، زار العديد من المناطق، وعنده صور. يعني لا بغيتو كاش نهار كي نطور الكاليتي تاع الكاميرا، الاسبوع القادم راح تطور الكاليتي تاع الكاميرا ان شاء الله، رايحين تشوفوا يعني صور لابي في المغرب، ورايحين نتوما تعرفوا المناطق والبلايص اللي زارهم الوالد تاعي. يعني هذا كان السبب الرئيسي والاول لحبي وتعلقي بالمغرب، وثاني يعني جاء قناتي في اليوتيوب وزادت حبي للمغرب وخاصة السياحة في المغرب، وتشوف فلوجرز كبار يروحوا للمغرب يزوروا المغرب ويشوفوا جمال المغرب. كيفاش انت ما تغيرش من هذه الصور ومن هذا الجمال وما تبغيش تزور هذه المنطقة؟ انا واحد الانسان اللي عشقت مدينة شفشاون من دون زيارة لمدينة شفشاون. شكرا لك الاخت عبير على الديديكاس من مدينة شفشاون، كما تشاهدون يعني سابروف باللي حتى ناس المغرب مضيافين، يعني يبغوا السياح ويبغوا الناس اللي يجوش بلدهم ويجوا يزوروا بلدهم ويشوفوا ثقافة بلدهم، وهذا يعني يعود إلى العزة وحب الوطن. يعني أنا كجزائري نحب الوطن، كانت عندي فترة عام في الغربة في فرنسا ألمانيا، يعني كنت نحكي على بلادي ما مسي على بالنا بلي الجزائر ما فيهاش سياحة كبيرة، لأنه بعض الأمور يعني ما ندخلوش فيها، ما ندخلوش فيها لأنه الجزائر يعني ما تعطيش أهمية كبيرة للسياحة، لأنها عندها دخل آخر إلى آخره، وما عندناش يعني الوسائل كما في المغرب تاع السياحة، وهذا شيء يعني مؤسف نوعا ما، ولكن معليش الحمد لله. مالغري توسا كنت نهضر في الخير في بلادي، وكنت ندافع حتى على المغرب، لانه كنت نقرا انا في فرنسا في واحد الفورماسيون كنت نقرا، كانوا معايا ناس متغربين كانوا يعني كنا نهضروا نتبادلوا اطراف الحديث، وكنت نتكلم على قناتي في اليوتيوب، مي كنت نقول لهم باللي عندي الاغلبيه ولا يعني الاغلبيه العظمى في قناتي مغاربه، وكنت ندافع على المغرب. يسقسوني يقولوا لي اسكو سي فري لي زون فراب لي فام او ماروك، اسكو سي فري les hommes ils sont agressifs en Algérie, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est vrai. وانا كنت اشرك فون ديفوندي وكنت نسكت، يعني كاين بعض المواضيع المملله شغل تشتور لا باج، نبدل الصفحه فقط وما نهضرش على هذاك الموضوع. مي كي يهضروا على هذه الامور على الجزائر ولا على المغرب ولا على تونس، يعني خاصه بلادنا، دوك نجي لواحد النقطه، كنت دائما ندخل في هذا النقاش الحاد وندافع بحراره ونخليهم يصدقوا حتى هما راحوا يديروا دي ريغيرش وامنوا وصدقوا. وعلى كل حال يعني المغرب معروفه سياحيا اكثر من الجزائر واكثر من تونس، وهذه حقائق واقع معروف، يعني لابد علينا نكونوا يعني نحطوا النقط على الحروف. وكان واحد الامر استاذه من فرنسا على حسب ما اعتقد فرنسا كارينا ويندليك، اصلها يهودي نوعا ما، كانت تتكلم على حكم الاعدام باللغه الانجليزيه، كنت ندرس اللغه الانجليزيه، تكلمت على الاعدام في الدول المسلمه وقالت انه الاعدام يجوز في الدول المسلمه. رفعت يدي ودافعت يعني على الجزائر والمغرب كردة فعل كأي انسان يعني يكون عنده عزة حب الوطن. والشيء اللي وقع مؤخرا في المغرب اعتداء على فتاتين من النرويج والدنمارك والقتل، شيء مؤسف وحزين، حزين للمغرب وحزين خاصة لصورة المغرب سياحيا وعالميا. لذلك لابد عليكم تعرفوا واحد الأمر يا ناس، أن المغرب هذا الأمر يعني ممكن يكون نادر يقع 0.001%، وكاين بلدان سياحية كبيرة مثل البرازيل تقع فيها جرائم عظمى، ولكن توقعوا أنه راح يكون التهجم كبير على المغرب لأنه فقط بسبب دين الإسلام، وهذا راح يكون شيء واقعي وراح يكون شيء يعني عادي. ولكن لابد على الناس ما تنساش أنه الإيجابيات في المغرب أكثر من السلبيات، وخاصة من ناحية السياحية. أنا ندافع عن المغرب باسكو أنا واحد من الناس، عندي صديقتين يعني نعرفهم من فرنسا، كاميلا وبوتيندا على حسب ما أعتقد، يعني الأسماء ما يهمش، ولكن
راني ندير في ان بلون ان بروغرام باش انا نروح للمغرب في الصيف ان شاء الله، ويجوا هما من فرنسا ونتلاقاو في المغرب ونفوتوا ان سيجور في المغرب، او ميم طون نتلاقى بكم ونقصروا ونحكيوا الى اخره. يعني هذه راح تكون اضافه للمغرب، ولكن انا ما انا شخصيا ما جبتلهمش على هذا الموضوع تاع الاعتداء وقتل الفتاتين في الدنمارك من الدنمارك والنرويج في المغرب، ولكن نتمنى انهم ما يسمعوش على هذا الخبر يعني تعمق وبتمعن، وما يسمعوش الاشاعات الى اخره، لانه بطبيعة الحال هذا الواقعة مريرة، وهذا الواقعة كان لابد عليها ما تحدثش، ولكن كان أسباب تسببت باش وقع هذا الحادث. والسبب الرئيسي اللي راني نشاهده أنا بعيني يوميا في شوارعنا في الجزائر، وما يشقاش تقولوا لي أنت جزائري ما تكلمش باسم المغرب إلى آخره. بلادنا بلاد وحدة ومشاكلنا مشاكل وحدين، الجزائر ولا من المغرب، خصني علام الجزائر المغرب يا ناس، بعثوا لي علام المغرب. الناس اللي عندهم علام المغرب يعني علام المغرب راهو غراتوي غاتوس، والله في الجزائر نصيبه أقسم بالله غير نشريه، ولكن يعني ظروفي الخاصة ما تسمحليش باش نشري علام المغرب، لأنه لازم نروح لي غوند فيل إلى آخره. خصني علام المغرب باش تعرفوا باللي ما كاش فرق بين الجزائر المغرب، ويعني الحب ماشي نفاق، والحب ماهوش يعني تنفيق، اقسم بالله العلي العظيم، غير حب، حب جاي من القلب، لانكم انتوما عطيتوا لي واحد الحب اللي ما عطاه لي حتى واحد. سو تستاهلوا الحب باك، يعني تستاهلوا الحب صافي، ونية صافية من البداية، وما زال راح تبقى النية صافية إلى آخره. قلت لكم يعني الأسباب اللي خلات هذه الجريمة توقع، وقلت لكم راني نشوفها يوميا في مجتمعنا الجزائري كمواطن جزائري من الطبقة البسيطة، يعني طالب جامعي، نشوف واحد الأمور يعني تدل على الكبت اللي يعاني منه شبابنا، كبت كبير يعاني منه شبابنا، ونقص إيمان كبير بزاف. يعني بطبيعة الحال كيكون الإنسان عنده كبت ويكون عنده نقص الإيمان، بطبيعة الحال تولد نوعا ما انفجار، وتولد يعني البلية، وتولد مشاكل إلى آخره. لذلك يا ناس ثقفوا نوعا ما، ثقفوا ثقفوا ثقفوا، الحل هو الثقافة الدينية والثقافة العلمية إلى آخره. الناس تجوجي واحد الأمور ما يجوجوش، ولكن كي تولي فيهم يعني أنا معصوم من الخطأ، أنا ما نديرش خطأ. أنا درت فيديو على واحد متحول جنسي، وحنا على بالنا بلي التحول الجنسي في الإسلام منافي لأحكام وتعاليم ديننا، هذا شيء لابد أنكم تعرفوه، وعلى بالي بلي أنكم تعرفوه. مي كاين بزاف ناس جاو ودافعوا على هذاك المتحول الجنسي، واتهموني أني كنت لابس واحد الكلمة فيها السب، يعني شتم فيها، شتم باللغة الإنجليزية، ولكن هذاك الشتم كان يعني نوعا ما في الكوتي موتيفاسيونال، يعني كوتي تاع الموتيفيشن، يعني ناس تغمض عينها على واحد الامور اللي لازم تحل عينها عليها، ولكن تحل عينها على واحد الامور اللي لازم تغمض عليها عينها. دونك من تناقض كبير عايشينه بصراحه. الله يهدينا، الله يهدينا، والله يهدينا، والله يسامح لنا. بون، الشيء اللي نتوقعه هو انه راح يتكلموا نوعا ما على هذه الامور، وراح يتكلموا على نوعا ما على هذه الجريمه، وراح يسيئوا شو سمعه المغرب. ولكن انا نقول لكم رساله يا اللي اعتديتوا على هاتين الفتاتين، المغرب يعني بلد سياحي كبير، المغرب عنده تاريخه في السياحة يشهد عليه، المغرب في كل مرة يتلقى عدد هائل من السياح، وأنا إن شاء الله في سنة 2019 رح نكون سائح بإذن الله، يا رب وفقني وكمل لي في هذا البلان تاعي، رح نكون سائح للمغرب إن شاء الله، ورح نجي أنا وزوج فرنسيات إن شاء الله. يعني هذا ماهوش وعد 100%، مام ما يجوش يعني صديقتين من فرنسا، رح نكون وحدي في المغرب إن شاء الله، وماشي وحدي لأنها بلادي، وعلى بالي بلي كاين بزاف ناس ترحب فيا في بلادي، وعلى بالي بلي كاين بزاف ناس تبغيني في بلادي، والحمد لله على هذه النعمة، ومرحبا بأي إنسان في بلاده الثانية الجزائر. ويعني بصراحة والله العلي العظيم ما كنتش راح نتحدث في هذا الموضوع، ما كنتش راح نحل هذا السوجي، جيتو مي كاين بزاف أصدقاء مغاربة قالوا لي يا زين وناقش هذا الموضوع طريقتك، ناقش هذا الموضوع لأنه نبغوا طريقة كلامك، ناقش هذا الموضوع لأنه نبغوا طريقة تحليلك للأمور. الحمد لله اللي عندي هذه النعمة، والحمد لله اللي عندي ناس تبغيني وتبغي طريقة كلامي وتبغي طريقة تحليلي للأمور، لأنه التحليل اللي نقوم به أقسم بالله العلي العظيم غير تحليل منطقي، أقسم بالله العظيم غير تحليل، يعني لابد عليكم انكم تركزوا معي وتشوفوا كلامي وتقارنوه مع كلام الاخرين، كلام الناس اللي تحاول تشعل الفتن، كلام الناس اللي تحاول يعني تصطاد المشاهدات، كلام الناس اللي تحاول الى اخره. والله العلي العظيم الهدف ماشي هذاك، وانما الهدف سامي، انا الارقام تاع اليوتيوب والله العلي العظيم ما تهمنيش، يعني علاش كي ندير 100,000 مشترك ولا 10,000 مشترك ولا، هي صح شيء يعني يشرف، وصابروف بلي كاين بزاف ناس عجبتهم، وصابروف بلي كاين بزاف ناس يبغوني، ولكن يعني الارقام تبقى مجرد ارقام، والهدف يبقى هدف سامي، والهدف توحيد الأمة. كان واحد التعليق
احسن تعليق شفته في هذا الشهر يعني من طرف واحد القناه اسمها جنان المغرب، يعني قال لي بلي انت الهدف اللي تسعى اليه يقوم بديرونجمون للناس اللي تحاول التفرقه بين الجزائر والمغرب. الله يهديكم. كانت رسالتي، يعني تكلمت كثير 9 دقائق يعني راني نتكلم كثير، رسالتي كانت للشعب المغربي خوتي وللمجرمين الله يهدينا ان شاء الله وللعالم كله، يعني المغرب يبقى بلد سياحي كبير والمغرب يبقى احسن البلدان السياحيه راح نقول يعني في الوطن العربي وراح نقول في افريقيا بشكل خاص. نتمنى انكم تكونوا اعجبتم بكلامي، ما تنساوش تعلقوا لي في الاسفل تعليق محترمه بليز، مامي لا كنت راح تقتقدني ما تطيحش ما تخسرش الهضره بليز 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 ما تسبوش. تهلاو في روحكم بزاف بزاف، بيس اوت من الجزائر، نبغيكم. وما تنساوش تشتركوا في الانستغرام تاعي وخاصه تنشروا الفيديو اذا ما عجبكم كلامي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.